خلال الورشة التي نظمتها جائزة الشارقة للعمل التطوعي، تم الكشف عن انطلاق الدورة 14 لعام 2016 وبحلتها الجديدة، حيث تم التركيز على أهمية الجائزة وعن فتح باب استقبال طلبات المشاركة من كافة فئات المجتمع من مؤسسات وأفراد وجماعات بهدف تشجيع ودعم العمل التطوعي والتوجه إلى الاهتمام بالشخصيات التي أسهمت في العمل التطوعي. لكل مجال من الجائزة فيها شروط، مثلا مجال صانع الفرص التطوعية أن يكون هذا العمل صانع فرصة، أن تكون فكرة جديدة وهو مؤسس هذه الفكرة، كذلك يكون لها فيها خطة وفيها تنفيذ وفيها متابعة، وأن يكون حتى العاملين في هذه الفرصة التطوعية متطوعين. خلال الورشة تم الإعلان عن أنه سيرشح طالب واحد من كل مدرسة من مدارس الشارقة، والبالغ عددها 420 مدرسة على مستوى الإمارة، كما تم تقديم شرح واف عن مجالات وفئات الجائزة في حلتها الجديدة والفئات المشاركة وآلية استقبال الترشيحات وكيفية تقديم المترشح لملف الترشيح واحتساب عدد الساعات التطوعية لكل متطوع. تأتي هذه الجائزة فرصة للتعريف بدور التطوع، وهناك ورش عمل ستكون بإذن الله في مجالسنا لتعريف بهذا الدور وأهمية العمل التطوعي للأفراد في هذا المجتمع. وتم الإعلان أن الجائزة ركزت على 4 مجالات للمشاركة، وهي مجال صناعة الفرص التطوعية، ومجال دعم الأعمال التطوعية، ومجال المساهمات التطوعية، ومجال المساهمات التطوعية للطلاب، حيث قدم للجمهور شرح عن كل مجال من المجالات المذكورة. الندوة جاءت لتعرف بالمقاييس والمعايير لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، بالإضافة لتحفيز وتعزيز الجهود التطوعية، لتكون بذلك تجربة رائدة يحتذى بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. لأخبار الدار، هدى سالم، الشارقة.